راحوا مصر ومش عارفين يرجعوا. 11 ألف سائح أوروبي في ورطة. قدمت FTI جروب، ودي تالت أكبر شركة سياحية أوروبية، طلب للإفلاس في محكمة زيورخ الأسبوع اللي فات بعد تعثرها في سداد مطالبات الموردين، وده أثر على عشرات الآلاف من عملاء الشركة اللي سافروا قبل تقديم طلب الإفلاس. يعني قاعدين واكلين شاربين نايمين في فنادق وبيتفسحوا كمان وما بيدفعوش. ليه؟ لأن المفروض حجوزاتهم مدفوعة. استقبل وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى السفير الألماني والنمساوي عشان بقى يتكلموا في وضع السياح وعشان يتأكدوا من تلقيهم الخدمات. يعني أكيد مش هنفطر السياح كل يوم فول وطعمية لحد ما يسافروا. وطبعا اتكلموا في مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية. ملاك الفنادق والقرى السياحية وجهوا رسالة للسياح وقالوا لهم ما تقلقوش، انتوا ضيوف مصر، واللي ما عندوش فلوس هيفضل قاعد في الفندق لحد ما يسافر وبدون أي تكاليف. الوزير بقى طالب السفراء الأجانب بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع المستحقات للمنشآت الفندقية والشركات السياحية اللي عندها سياح تابعين لشركة FTI. مديونات الشركة اللي وكلها في مصر حوالي 133.9 مليون دولار. سفير ألمانيا بالقاهرة قال لهم يا جماعة ما تقلقوش، الشركة مأمنة ضد الإعصار. صندوق تأمين السفر الألماني هيدفع جميع حقوق الفنادق والشركات، يعني اللي له فلوس هياخدها. المفاجأة ان الملياردير المصري سميح ساويرس بيمتلك 75% من شركة FTI الألمانية. انت قلت اجانب؟ انا قلت شركة اجنبية. انا اسف.